يعني بالفعل بدأ جيش الاحتلال باستهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأيضا أهدافا أخرى، فالمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت الآن قصف أهدافا تابعة لمنظومة حماس في قطاع غزة، وأيضا كان هناك يعني نشاهد في الخلفية المركبة الإسرائيلية التي اقتنصتها أو استطاعت الحوز عليها المقاومة الفلسطينية تظهر خلفنا الآن في خلفية هذه الصورة، ويظهر كمية الفرح أو مشاهد الفرح التي يعبر عنها المواطنين باعتلائهم هذه المركبة العسكرية التي تجول الآن وتتجول في وسط مدينة غزة في شوارع مدينة غزة حالة من البهجة والفرح بانتصار المقاومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيق هذا المكسب وهذه الغنيمة. يعني تسود هذه الأجواء الابتهاجية الآن في الخلفية التي نشاهدها الآن. أعود للحديث عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة، يعني هناك قصف إسرائيلي استهدف هدفا قرب دوار التعليم شرق مدينة غزة، وهناك أيضا قصف إسرائيلي استهدف موقعا للمقاومة جنوب قطاع غزة تحديدا في مدينة رفح جنوب القطاع. يعني الاحتلال الإسرائيلي أعلن أيضا عبر لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن حصيلة الصواريخ حتى هذه اللحظة التي دكت المستوطنات الإسرائيلية، وقال أن حوالي 2200 صاروخ من قطاع غزة وشن قد أطلقت باتجاه مستوطنات الغلاف، أطلقتها حركة حماس وشنت هجوما أيضا في الأرض والبر والبحر. هذا